دكتور سمير فرج، اولا كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا احمد، كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين ومصر طيبه وبخير يا رب دايما. 10 سنوات على هذا القرار العظيم، قرار الانقاذ، قرار التاريخي، قرار 3 يوليو 2013 استجابه القوات المسلحه لاراده الشعب المصري الذي نزل يوم 30 يونيو باكثر من 30 مليون يطالبوا باسقاط حكم الاخوان. طبعا اليوم ده يوم مجيد، يعني طلعت لنا شويه صور النهارده، احنا يعني فكرتنا بالذي مضى، وفي هذا الوقت كان في ضغوط كبيره جدا على القوات المسلحه وبالذات وزير الدفاع الفريسي. طبعا كان في اول نتكلم على الضغوط الداخليه. اتفضل. الملايين طلعت وتقول وطبعا هذا الكلام شحذ في القوات المسلحه انها لازم تعمل حاجه. نعم. لان لما الشعب يطلب حاجه مين اللي هيعمل الكلام ده؟ هو القوات المسلحه. ولذلك سياده وزير الدفاع ايامها اجتمع مع المجلس الاعلى وقال ماذا نفعل؟ نعم. والامور اياميها كانت سيئه. انت عارف ان كانت اولا المحكمة الدستورية متحصرة. ايوه. اتعزل النائب العام. نعم. الكاتدرائية بتتهاجم. كان في حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي وأنتوا كنتش عارفين تخشوا وتلفوا من على السور من ورا. نعم. تدهور أوضاع البلد، مفيش كهرباء، البنزين، العيش. الأمور كانت كلها صعبة. نعم. وكان لازم الجيش يتخذ قرار. نعم. وانت فاكر ان انا من سنه ونص كان في حوار مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وفي الندوه بتاعه احتفالات اكتوبر. نعم. وانا قلت كلمه بسيطه عبرت فيها عن اللي انا شايفه من جوه، قلت له سياده الرئيس لو بعد 50 سنه او 100 سنه التاريخ لما يكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر هيتقال قصاده انه خلص مصر من الاخوان. نعم. كل اللي بتعمله يا سياده الرئيس كوم، لكن انت خلصتنا من الاخوان، لان كان لازم يكون هناك قرار من قائد يتخذ هذا القرار ويتحمله. نعم. ولو كان الامور ما مشيتش صح. نعم. يعني يومها سيادة الرئيس السيسي او الوزير السيسي ايامها شال كفنه على ايده واتخذ هذا القرار. نعم. اللي حصل طبعا دي كانت الضغوط الداخلية. دي كانت الضغوط الداخلية. نعم. الخارجية بقى اللي كانت اقوى. وهو الامريكان. ام باترسون اللي هي السفيرة دي كانت يوميا مع الاخوان. ايوه. الفترة اللي فاتت كانوا يوميا بيتعشوا عندها في السفارة، وراحت لهم طبعا المقطم وزارتهم، وبالتالي كان هناك دعم من اوباما، لان اوباما يعني انا عجبني الله يرحمه الاستاذ هيكر، هو اللي يعني ايامية قال بص في ناس اقنعوا اوباما في امريكا ان اذا حبيت تسيطر على الشرق الاوسط تبقى مصر، واذا حبيت تسيطر على مصر يبقى من خلال التيار الاسلامي. وده اللي كان في مخ اوباما. وعشان كده كانت الضغوط ايضا على مصر ان الاخوان هم اللي يستمروا. نعم. دي كانت الاوضاع اللي هي بتعتبر الخارجيه.